اليوم السؤال الثاني من مسرحية ريستو مريم. لنشوف مجد وجرام شو محضرين لنا. ترى تفاح، جزر، نعمل عصير جزر وخضروات. شو عم بيعمل؟ فواكه؟ خضرة؟ ليك شو محضر؟ أنا اللي حضرتن أطيب، بومبو، شوكولا وسكر وجاتو، جاتو عشوكولا. مجد، شو بيك؟ ما بدي شي. يلا نسأل السؤال، مين قولكن عم بيختار الأطيب؟ مش هيدا هو السؤال؟ صح، السؤال هو للحفاظ على الصحة السليمة ماذا تختار؟ السكريات والحلويات، الفواكه، الخضار والحبوب، أو الدهنيات؟ نصيحة علمية، خفف من الدهون، السكر والملح. المثل بيقول العقل السليم بالجسم السليم.